مدينة نينوى اللي حصل فيها أحداث قصة سيدنا يونس. على التل ده اجتمع أهل نينوى بعد ما سابهم سيدنا يونس، تل التوبة. أصدقائي، احنا مسافرين للعراق مخصوص وواصلين لمقام النبي يونس بعد التدمير علشان نصور الحلقة دي، فبتمنى توصلوا الفيديو لخمسين ألف لايك. احنا دلوقتي موجودين في منطقة النبي يونس عليه السلام، وبالتحديد على جبل أو تل التوبة، المكان اللي تجمع فيه أهل نينوى علشان يتضرعوا إلى الله ويتوبوا. بتبدأ الحكاية لما ربنا بعت سيدنا يونس لأهل مدينة نينوى، وهي منطقة في أرض الموصل حاليا في العراق، والمنطقة دي كانت أرض الحضارة عظيمة وكان فيها عدد كبير من الناس، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدوا. والجدير بالذكر أن نسب سيدنا يونس بيرجع لسيدنا سليمان عليه السلام، ويقال أن متى هو اسم أم سيدنا يونس، وبالتالي ففي نبيين من الأنبياء اتنسبوا لأمهاتهم، يونس ابن متى وعيسى ابن مريم. بدأ سيدنا يونس يدعو أهل مدينة نينوى لعبادة الله عز وجل وترك الشرك وعبادة الأصنام، لكنهم أصروا على كفرهم واستمروا في عبادة أصنام لا بتنفع ولا بتضر، وأنكروا وجود الله الواحد الأحد. واستمر سيدنا يونس في دعوة قومه لطريق الحق لمدة كبيرة جدا، وصلت ل 33 سنة، ومع ذلك ما أمنش مع سيدنا يونس إلا رجلين من قومه، وباقي الناس فضلوا يكذبوه ويأذوه وأصروا على الكفر. وهنا وعد سيدنا يونس قومه أنهم لو ما أمنوش هينزل عليهم العذاب بعد 3 أيام، ومن يأس سيدنا يونس من قومه خرج من المدينة، لكن القرار ده ما كانش بأمر من ربنا. وبالفعل ترك سيدنا يونس قومه وانطلق إلى البحر، لأنه اعتقد أنه مستحيل يأمنه. ولما وصل للشط ركب في سفينة، أصحابها شافوا أن سيدنا يونس رجل صالح وخدوه معاهم، لكن مجرد ما انطلقوا لعرض البحر حصلت حاجة عجيبة. الموج بقى عالي جدا والرياح بقت شديدة والسفينة كانت هتغرق، فبدأوا يرموا الأحمال اللي عليها، لكن السفينة هتغرق برضو، فقرروا إنهم يعملوا قرعة بأسامي كل شخص موجود على السفينة، والاسم اللي هيطلع هيرموه في البحر. ولما عملوا القرعة طلع السهم بتاع سيدنا يونس، ولأنهم عارفين إنه رجل صالح عادوا القرعة تاني، وطلع برضو سهم سيدنا يونس، فعادوها لتالت مرة. وفي اللحظة دي كانوا منتظرين السهم، لكنه برضه طلع بسهم سيدنا يونس، فقرر سيدنا يونس انه هيرمي نفسه في البحر وهو على يقين ان ربنا هينقذه. والنهر اللي انا جنبه ده هو نهر دجلة، ودي المياه بتاعته عاملة دوامات مع طائر النورس، لكن اللي يقال على المكان اللي اترمى فيه سيدنا يونس في البحر هو اما الخليج العربي او البحر المتوسط. هل انتوا بحثتوا في الامر ده قبل كده؟ واثناء الاحداث دي على السفينه بدات بوادر العذاب اللي وعد بيه سيدنا يونس تظهر في سماء نينوى، سحب سودا ودخان، وعلى عكس الاقوام الثانيه اللي كانوا بيصروا على الكفر لحد ما العذاب يموتهم، خاف اهل نينوى وبداوا يدوروا على سيدنا يونس، لكنه خرج وسابهم، فراحوا الرجل صالح علشان يدلهم على طريق التوبه، وتجمعوا فوق تل التوبه وهم ندمانين وبيتضرعوا لربنا علشان يرحمهم، فقبل ربنا توبتهم وصرف عنهم العذاب. فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم إلى حين. المفروض هنا كان في مقام للنبي يونس عليه السلام، لكن شايفين شكله في الوضع الحالي عامل إزاي، وده لأن وقت قدوم داعش إلى الموصل قاموا بتفجير جميع المقامات وأي شيء أثري، هم دمروا كل حاجة تقريبا. بس خلينا نتكلم عن المقامات الأثرية والخاصة بالأنبياء، حتى الحاجات الخاصة بالأنبياء دمروها وبقت بالشكل ده زي ما انتم شايفين، كل شيء مدمر ومهدم، تفجيرات في كل مكان، ما عادش فيه غير البواقي زي ما بنقول، يعني بقايا المقام او الجدران هي اللي باقيه. والمشهد ده غاب عن سيدنا يونس لانه بعد ما اترمى في البحر التقم الحوت واستقر في بطنه، ووقتها سيدنا يونس كان بيعاني من ثلاث ظلمات، ظلمات الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين
فالتقمه الحوت وهو مليم. وعلى عكس المتوقع سيدنا يونس وهو في بطن الحوت كان عايش، على الرغم ان مفيش لا ميه ولا اكل وهو تحت الميه، ومع ذلك كان بيسمع أصوات التسبيح من حواليه، ولأنه من المسبحين كان بينادي بالدعاء اللي كلنا بنلجأ له لما الدنيا بتضيق بينا، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والجدير بالذكر ان سيدنا يونس كان ليه اكتر من اسم، يونس ويونس ابن متى وصاحب الحوت وذنون، والنون هو الحوت، ولان سيدنا يونس كان من المسبحين استجاب ربنا ليه وامر الحوت ان يلقيه على شاطئ البحر. وخرج سيدنا يونس وهو ضعيف وهزيل متأثر بالفترة اللي قضاها في بطن الحوت، فربنا انبت شجرة من يقطين علشان تحمي باوراقها جلده وياكل من ثمارها، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. والجدير بالذكر أن إنبات شجر اليقطين في حد ذاته معجزة، لأن سيدنا يونس جلده تأثر بعصارة بطن الحوت، فشجر اليقطين كان كبير وبيغطي الجلد، كمان ورق اليقطين بيطرد الحشرات، فمستحيل أي دبان أو غيره من الحشرات هيقرب من جلده. وطبعا دي مش شجرة يقطين، بس احنا قلنا نشرح المشهد. والقول الأول عن تفسير كلمة اليقطين في القرآن الكريم إن هي نبات الكوسة، لأنها بتحمل نفس الصفات وسهلة الأكل بالنسبة لثمارها. لكن القول الثاني لتفسير كلمة اليقطين إن هو قرع العسل، لأنه سهل الأكل وبيحمل نفس الصفات. فقولوا لي، تعتقدوا إن هو الكوسة ولا قرع العسل؟ ولما تعافى سيدنا يونس رجع لأهل نينوى، فلقاهم آمنوا وتغير حالهم عن وضعهم قبل ما يخرج ويسيبهم، وكانوا في انتظاره، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. المكان زي ما شايفين كده من أعلى، ده كان المفروض أنه هو تل التوبة، وهو المكان اللي اتجمع فيه أهل نينوى وصاموا وتضرعوا إلى الله. وزي ما سامعين كده أذان الظهر في مدينة الموصل بنينوى، وتحديدا على تل التوبة. شايفين المدينة من الأعلى؟ أنا لسه هشوفها معاكم. أما المقام نفسه والشكل بتاعه مدمر تماما، وحاليا هم بيقوموا بعمل ترميمات لإعادة هيكلة المقام زي ما كان تقريبا. اللي ساعدني في تصوير الحلقة دي هو صديقي بندر ويحيى، شكرا جزيلا. نورتنا وأهلا بيك بالمواصل حبيبي. ودي كانت حلقة جديدة مع الخيميائي على تل التوبة، المكان اللي تاب فيه أهل نينوى في عهد النبي يونس عليه السلام. وأشوفكم في حكاية جديدة. سلام.